السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل مصنع لتصنيع الأكياس، طبعا دي رولات الكيس بتخش على المكنة زي ما انتم شايفين، بيجي هنا على المكوة بتكوي جزء، والمكوة دي هنا برضو بتكوي جزء، يعني كل دي مراحل بيمر بيها الكيس بعد ما اتطبع على هذه المكنة علشان يخرج كيس يتعبى فيه منتج نهائي. كيس النهائي اهو. Thank you.